هحقق لك اليوم شويه اسرار. ابويا انا قعدت بفتره طويله كل يوم بعد ما مات اكلمه على نمرته. انا ميل الاول الى الورقه والقلم. سياسه العالم كلها ما بتهمني. وهذا ما حكيته الا من بعد اغتيال حبيبي. في حاجات ما اتقالتش يا اوتش. مسمر عن رجليه وماشي على حل شعره. نغتال بعضا ونهتف باسم وحدتنا. بجهلنا الآن أصبح يضرب المثل. الواقع لا يصنعه الحلم، الواقع تصنعه إرادة. نحن فقدنا إرادتنا من زمان. السياسيون يا سيدي لا يحلمون، هم يقتنصون الفرص. مين الزعماء العرب؟ كل واحد عم يفكر كيف يعطي ولاده الحكم. إذا في تلفزيون مع دعم حرية الرأي والتعبير أنا أول واحد بكون فيه. أنت أصلك قليل الأدب. يقول لك والله الشغلانة دي بزراميت ما شاف ما جت منين اهو. يعني شوف انا بقول ايه انتظروني في برنامج مش ممنوع مع عماد دبور.